تكليف بنفسه الله يبارك فيك انت معقول الله بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.